بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقاء جديد من جولة بعيون الكاميرا داخل أم درمان، أم درمان الأصالة، أم درمان البسالة، أم درمان التاريخ، أم درمان الصمود. وفي أم درمان داخل إحدى القلاع الرياضية الريد كسل أو القلعة الحمراء. نحن في المريخ إخوة نحشق النجمة ونهوة، اختلاف الرأي فينا يجعل المريخ أقوى. جولة بعيون الكاميرا بعيون اللاعب الدولي لاعب المريخ ولاعب المنتخب السوداني محمد علي سفاري. مرحبا بكم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد علي الخضر سفاري. تاريخ الانضمام لنادي المريخ 2003 لحد 2013. أنا سعيد جدا أجي زيارة لنادي عظيم نادي المريخ اللي هو داسة 1927. من هنا أنا بحير رؤساء نادي المريخ والإداريين ولعيبة نادي المريخ والجمهور العظيم اللي وقف وازرنا وشجعنا، ونخش إن شاء الله نشوف الحاصل جوا في استاد المريخ بعد الدمار اللي حصل له إن شاء الله. طيب ده جزء من ما تبغى من المتحف. ده الرئيس محمد الياس، ده للسيد جوزيف بلاتر، كباتننا كابتن مجاهد، كابتن فيصل عجب، كوتش مازدا، كابتن ابراهوما، رابطة المريخ بأبو ظبي، نادي الشارقة الرياضي. دي حاجات بسيطة من المتحف. باقي الكوس والكوس اتلمت مشت لمكان آمن. ربنا يصلح الحال إن شاء الله ويرجع السودان يعني أحسن من أول، ويرجع نادي المريخ زي ما كان أول إن شاء الله. نحن في غرفة اللاعبين، ذكريات مباريات إفريقية، مباريات محلية. كنا بنمني نفسنا إنه نسعد جمهور المريخ ده في بطولة أفريقية، لكن إن شاء الله الأجيال اللي بعدنا دي تفرحنا نحن ذاتنا في بطولة أفريقية إن شاء الله. أيام انتهاكات الدعم السريع دمروا الاستاد. ربنا يصلح الحال إن شاء الله، وبمجهود الأخوان في مجلس الإدارة وأخطاب ومشجعين إن شاء الله الاستاد يرجع أحسن من أول إن شاء الله. نحن طبعا في المقصورة الرئيسية في الغرف بتاعت أخواننا الإعلاميين، غرفة التعليق، الصحفيين مسمياتهم كلها.
المحصورة الرئيسية المدرجات الجانبية، المدرجات الشعبية، طابق طبعا الطابق، طابق شاخور الطابق طبعا رجعت لنا ذكريات جميلة. انت بتجي خاش الملعب والاستاد ده ملان وبشجع، تكون انت عايز يعني تعمل اي حاجة انت تسعد الجمهور العظيم جمهور المريخ اللي ادانا اي حاجة. انا والله بشكرهم وبتمنى للمريخ التوفيق ان شاء الله. هدف للتاريخ، هدف اسطوري، هدف للساموراي، هدف يزين هذا الملعب، ده ناري، هدف ناري، هدف خيالي، هدف فاينالات. اسالوا من